النوع بقى الثاني اللي هو الجاليليان سيستمز بقى، جاليليان تلسكوبس بقى. جاليليان تلسكوب زي ما قلنا دي عباره عن كونفكس اوبجكت اند كونكيف اي بيس، يعني كونفكس مع كونكيف، والمسافه بينهم هي الديفرنس بين الفوكال لينزز لو انت فاكر، اهي كانت بلس لينز ناحيه الاوبجكت وماينس لينز ناحيه الاي، تمام؟ المسافه بينهم هي الديفرنس ما بين الفوكال ديستنس. ليه؟ اصل عشان تشتغل جاليليان لازم الاثنين فصاي يقعوا على بعض في الاخر عند اخر السهم الاحمر هناك. لاحظ بص الاوبجكتيف لينس 10 الاي بيس اقوى، الاي بيس 20، تمام؟ والمسافه بينهم هي الديفرنس بين الفوكال لينسز بتاعتهم. ده سيستم الجاليليان تلسكوب. It produces an erect magnifying image and the image is not greatly distorted by the curvature of the field or astigmatism. بص اهو دي كانت بوزيتيف ويك لينس وسترونج نيجاتيف لينس. الضوء اللي جاي زي ما قلنا بالكونفكس لينس هيبتدي يتلم والناحيه الثانيه هتبتدي تحاول تشتته، الضوء هيوصل لعين بالمنظر ده كده فرق. تمام؟ يعني خلي بالك ما اتفقنا تملي التلسكوبس بتبقى افوكال. يعني ايه كلمه افوكال؟ يعني اللايت نزل بارلل طلع بارلل. خدت بالك؟ ما فيهوش فوكال. اللايت نزل بارلل طلع من الناحيه الثانيه بارلل. بس هنلعب في ايه بقى؟ في الانجلر ماجنيفيكيشن. تمام؟ اهي بص اللايتس المفروض رايحه كده فوصلت العين بارلل بالشكل ده، انت بقى تشوفها فين؟ على امتداد الكلام ده. خدت بالك؟ از بارلل جايه من انفينيتي بس انت غيرت الانجلر ماجنيفيكيشن في عينك. فيردر مور ذا سيستم از كومباكت اند لايت اند thus very suitable to be used as a magnifying aid usually mounted in the spectacle frame. طب ما انت الجاليليان تلسكوبس دي مش ممكن تشوف الحاجات البعيده ولا لا؟ مش الجاليليان تلسكوب ده اصلا بتاع الحاجات البعيده؟ صح؟ اهو بص ممكن يركب كده على النضاره، ده بيتلزق بحاجه اسمها كندا بلس، بيتلزق على سطح النضاره بحاجه اسمها كندا بلس. خدت بالك؟ ممكن يركب قدام عين واحده لان العين الثانيه بتزغلله لما يجي عايز يبص على التلفزيون او حاجه يبص بدي. خدت بالك؟ بتتركب على عين واحده بالشكل ده اهي. تلسكوبس ممكن تركب مكان ازاز النضاره او تركب لازق على عدسه النضاره. تمام؟ It can be adapted for viewing near or distant object as well. ممكن يبقى فيها adaptation. طب انا اقول لك حاجه، اي واحد فينا لما بيمسك النضاره الاوبرا بتاعت الاوبرا او نضاره الفيلد دي اللي هي بتشوف بيها الماتش او الاوبرا او المسرح او بتاع، مش انت اول ما بتظبطها في زراير بتلعب فيها تظبطها، تظبط المسافه لغايه ما تشوف الصوره واضحه وكبيره وقريبه، صح؟ هو يقدر يلعب في دي ويقدر يبص حاجه قريبه ويقدر يبص حاجه بعيده، فهي كان ادابت ذس. بس ذس ديفيكالت to combine near and distance use in the same arsenal. بتبقى صعبه قوي عشان الماجنيفيكيشن بتاعتهم بتبقى عاليه. ايه رايك في دي؟ انا مش بسال على البنت، انا بسال على النضاره. اهي بص في حاجات كده بقى ممكن تركب على النضاره، لوبس زي ما انت شايفه كده، ممكن حاجات تبقى فيهم فار وحاجات فور نير، تمام؟ ممكن تبقى كده. قد يكون اي تو لينسز انما نيفر كونكيف، نيفر اثنين كونكيف. خدت بالك؟ فممكن يبقى كده، والزرار اللي في النص شايف السكرو اللي في الجنب ده شايفين ده؟ اهو ده بيعمل بيه ادجستمنت بقى. خدت بالك؟ اهو ده موجود، انا كان موجود عندنا هنا منه، كنت لسه شايف منه هنا في المركز. اهو العدسات دي موجوده بالشكل ده. تقدر بيبقى كومباين ده، هي دي محطوطه مثلا زي نضارتين ورا بعض، دي بتبقى على عين عيان ودي بتطلع وترجع قدام، والتكبير من هنا. في حاجات نون اوبتيكال بقى لو فيجواليز. زي ايه بقى؟ زي البين هول. انا ممكن امشي واحد بالبين هول، اه ممكن اخليه يقعد يتفرج على النضاره بالبين هول بتوع الريجولار استجماتيزم. انا عندي بتوع كراتوكونس كده، تحط له البين هول يشبط فيه طول ما واحد يقول لك والنبي الاولانيه، ممكن البين الاولانيه انا بحط له دي ليه؟ البين هول بحط له ليه؟ عشان اشوف هيتحسن ولا لا. اذا اتحسن بالبين هول انا اي بروسيد ان انا اعمل له عدسات لصق، ما اتحسنش بشوف ايه السبب اللي عنده، ادور له على السبب تاني. خدت بالك ازاي؟ فانا الاول بجربها له، بس طبعا يا ويلي من القصه دي، لان زي ما بقول لك ايه، مجرد انه شاف البين هول بيشبط فيها طول ما هو قاعد مش قادر ينساها، يقول لي والنبي اورانيه. تمام؟ وانا ممكن ادي العيان بين هول يستخدمه كنضاره الاجابه يس. هيبقى فيلد داير، بس هو قاعد قدام التلفزيون يتفرج على التلفزيون هيبقى فيري هابي. فيري هابي. هشوف التلفزيون، ما هو يقعد بعيد عنه. طب ما زي ما بتعديه وبيشوف 6 6. وهشوف قريب برضه كويس. لا هيبقى صعب شويه، القريب هيبقى صعب شويه، بعيد ولا هيبقى شايفه كويس قوي؟ لا مش فاهم. اهي. بس دي جاده هو، ده هو اللي مش فاهم. الهول اللي انت عايزاه. عشان ما تعملوش ليميتيشن للفيلد، مش انتوا زعلانين من الفيلد؟
هو بيبص على بخور واحد بس، هو في وسط الغيصه دي بيشوف واحد بس كلير والباقي كله فلاير. خدت بقى؟ بس اقول له طبعا دي نارو فيلد ما تقدرش تمشي بيها. يقول له انا ممكن اعملها لك بس اتفرج بيها على التلفزيون في البيت، دي معموله عشان كده عشان تلفزيون البيت. دي بتزود الدبس اوف فوكس ولكن وتمنع البريفرال ابريشن زي ما اتفقنا. دي بتستخدم في حالات الميديا اوباستي والكورن ريجولاريتي بس لازم يكون عنده جود ماكيولار فانكشن. يعني دي ما تنفعش واحد عنده ماكيولار سكار. خلاص؟ ات نيدز انتنس اليمينيشن. عشان بيبل كمان يبقى يقفل وراها. اهي. طيب في حاجه ثانيه ممكن نعملها له كونتاكت لينز. دي بقى بتتعمل للالبينوز يا سيدي. دي بتتعمل للالبينوز. الالبينوز عندهم مشكلتهم ايه؟ عندهم بريفرال ابريشنز لان الايريس مش حايش الضوء عن اللينز. فلما تعمل لهم الكلر كونتاكت لينز ويز بلاك ويز ويز الباك ميديا بتبقى اوبيك. يعني بتعمل لهم عدسات خاصه مش عدسات الكلر اللي بتتباع في السوق. بتجيب لهم عدسات من ورا معموله زي البلاك اوت اوبيك. بعد البيبيلاري اريا تحسنوا جدا. دي اسمها كلر كونتاكت لينز ويز اوبيك ميديا. وذو بيك باك جراوند او بيك ميديا. هما من قدام هي كلير. لا من قدام مرسومه كلر. بنعملها لهم ايه؟ ما انا بقول لك بنعمل لهم ايه؟ الالبينوز دلوقتي مختفيين ناقصين في السوق ليه؟ هقول لك ليه؟ بنلبسهم العدسات دي خضراء او زرقاء وهم بيتقالوا شعرهم اصفر. ما حدش يعرف ان هم البينوز. الريدنج سليت بقى في حاجه اسمها ريدنج سليت. عارف السليت؟ ستومك سليت؟ بس مش هنعمله طبعا ستومك سليت يربي. في ناس تقول لك ممكن يتركب ستومك سليت يربي انما الاحسن منه ده. ده بيمنع الدستورش خليك تركز على سطر واحد. خدت بالك؟ دي اللي بيسميها ستنوبك سليت اللي بيسموها اللي هي ريدنج ستنوبك سليت. ريدنج شيلد بقى ميد اوف بلاك ماتيريال ان ويتش ذير از ا ريكتانجولر ابيرتشر الاوينج وان مور لاينز وان اور مور لاينز اوف ذا برينتر تو بي سين. خدت بالك؟ اهي كده. دي تخليك الدستورشن اللي حواليه يقل وتمنع لك الريفلكتيفيتي من الميديا البيضاء اللي حواليه. تمام؟ ريدنج سليت اتريديوسز اكسترونيوس light reflected from the surface of the paper and assist to staying in a correct line. خليك بص على السطر المظبوط. It can be helpful for people with low vision or have for example media involvement. تمام؟ الناس اللي عندها media involvement وعندهم low vision يستعملوا البتاع دي كويس قوي. طيب هل ممكن نخليه ياخد illumination زياده؟ ممكن نجيب له illuminated device. الهيدبورن ديفايس دي بتدي برايت سبوت على الريدنج ماتيريال هيقراها بتزود الفيجوال اكيوتي في حالات الماكيولار ديزيز. اهي زي انت عارف زي الاندايركت سيرموسكوب بس لمبه بس تدي سبوت لايت بس على الحته اللي هو بيقراها بس مش اكتر من كده. ممكن الناس دي بيحترموهم جدا بره بيعملوا لهم حاجه اسمها لارج برينتنج بوكس. اهي لا مش برايت. لا انا عارفه لارج. بص دي مكتبه عامه في جزء اهو بص كاتبين لهم عليه ايه اهو لارج برينت بوكس. اهي الناس اللي بيحبوا اللارج برينتس بص كتابه واضحه فونت كبير. خدت بالك زي يعني ما ظن قادر يقراها حتى لو صح يا نهى شايفاها ولا لا باينه في كلير صح كده. اهي بص دي برينتس مخصوصه يعني شوف دي حتى الكتاب تحت ده 2009 2010 اسمها لارج برينت. بص كنت عارف يعني انك ايه لارجر عايز كمان حروف اكبر من كده يعني خلي بالك دي لارج برينتس بوكس. دي في بقى فيديو ماجنيفايرز بص زي كده بقى انواع مختلفه زي اللي شفناها في الاول بقى. دي السيركوتس اللي بقول لك عليها بتبقى ايه بطريقه الفيديو كاميرا. على فكره ممكن الفيديو كاميرا تتحط على مكتبك كانها ايه اباجوره برضه او حاجه مثلا حليه صغيره على المكتب بتاعك وتاخد الصوره على سطح السكرين. طب انا الطبيعي مثلا لو حد جه قابلني ان انا عندي الشاشه بتاعتي اهي كمبيوتر على مكتبي صح؟ وانا حاطط بتاع زي الاباجوره او زي زهره بتاع شجره ولا اي حاجه كده ولا تعبان ولا اي عفريت على المكتب وفي الكاميرا بتاعتي واحط الورقه هنا وانا ببص هنا على الكمبيوتر عادي ان انا ابص على الكمبيوتر صح؟ هو بينقل بقى الصوره دي كده. ممكن ياخدها كسمبل سيستم كده ده سهل لو طفل بيذاكر لو بتاع. ما هو خلي بالك دي مثلا انقذت اطفال كتير عندهم مشاكل في الماكيولا وفي مدارس. خلي بالك العيال دي ما بيرضوش يدخلوهم مدارس العميان بتوع اللو فيجن ما بيرضوش يدخلوهم مدارس العميان. يقول لك العميان اولى اللي هو الاعمى خالص اللي ما بيشوفش خالص ده وبتاع. حتى اللي عندهم لو فيجن بيخلوهم ايه يربطوا لهم عينهم عشان يدعوا لهم ان شاء الله فاضيين. بص دي كاميرا بتاع القمع المقلوب دي كاميرا والمسافه دي عشان تبقى فوكس على الكتاب.
يعني انت فاهم الكوبايه اللي تحت دي ليه؟ دي مسافه محسوبه عشان الكاميرا تبقى فوكست على الكتابه في المسافه دي بالماجنيفيكيشن ده. ودي بقى بص بتتركب في اي تلفزيون اللي هي الاوديو، انت عارف اوديو فيجوال ان، الاوديو فيجوال او الفيجوال ان، هنا مفيش اوديو بقى، فيجوال ان وخلاص. اهو بص ممكن تبقى حاجه كده تحط على اي كتاب تطلعه لك على السكرين كده اهو. شوف المسافه الفوكسنج مظبوطه بالرجل بتاعت الكاميرا دي، فيديو كاميرا. هل ممكن استخدامات تانية للكلام ده؟ اه ممكن اهو. بص دي بتاعت تتشال في جيبك زي الموبايل بالظبط، حطها على اي كتاب. بص تعمل لك الحروف قد ايه، ماجنيفيكيشن قد ايه، سكانر ده سيمبل سكانر موجود معاك، انت بتشوف الكتاب دي حطها على اي كتاب اهي تمام اهو. بص الراجل ده موسوس، ده بيشوف الاكسباير ديت على كل ازازه، معاه سكانر اهو بتاعه ماشي بيه بيتفرج بيه في كل حته. الست عايزه تقرا الجرنان معاها السكانر بتاعها، بتقرا بيه الجرنان في اي مكان اهي زي ما انت شايف. بدل المرايه عملوا لها سكرين اهو زي ما انت حضرتك شايف. تمام؟ شفت اللو فيجوال ايز بتخش معايا لغايه فين؟ توكينج بوكس بقى، الكتاب بتسجل. واحد بقى ما بيقراش خالص مش عارف يعمل حاجه، الكتب بتبقى متسجله على سيديهات وبرنتر وعلى حاجات سيديهات وتسمعها. يعني انت ممكن تسمع الكتب دي عادي دلوقتي اي كتاب بينزل احتراما للناس دي معاه سيديهايه حد قاريها بصوته. الفويس اكتيفيتنج بقى تايب رايترز، في حاجات بقى بالفويس، يعني يبقى في كوميونيكيشن بينك وبين الانسترومنت بتاعك بالفويس. فويس سيستم، خدت بالك ازاي؟ تقدر تتكلم وهو مثلا يطبع لك عشان انت توزع الورقه دي على اي حد تاني. مش لازم انت اللي تعمل برينتنج بقى، في بروجرامز دلوقتي اللي عملوها جديده انك بالفويس بتاعك يتحول الكلام ده الى كتاب. الريتنال مايكرو شيبس بقى امبلانت، دي احدث حاجه اللي هي بيعملوها في حالات الريتنس بيجمنتوزا دلوقتي. تمام؟ بيحطوا مايكرو شيبس اهي في الريتنا اهي، بص حطوها تحت الريتنا وبياخدوا منها امبلس. ما هي زي البروجيكس، ما هي دي اللي هي المايكرو شيبس بيسموها ريتنال مايكرو شيبس اهي في حالات الريتنس بيجمنتوزا اندر ترايل. خدوا اشاره فعلا من الريتنا راحت البرين بس مفيش ترجمه. دي حصه الفيزيولوجي اللي هي انت بتترجم ازاي، تترجم الصوره من هنا الى صوره ورا، خدت بالك ازاي؟ تمام؟ خدنا بالنا بقى دي بقى يا اخوانا كانت المعاينات البصريه. هل في ليميتيشن للو فيجوال ايدز؟ يس. لو فيجوال ايدز از ليميتد باي ذا فولوينج فاكتورز. هاي ماجنيفيكيشن ريزلت ان ريديوسد فيلد فيو، بيقلل الفيلد. خدت بالك؟ which makes rapid scanning of a linear or line page or print is impossible. ما تقدرش بسرعه تقرا سطور طويله ورا بعضها. This factor also limits the usefulness of the distance low visual aids. يعني انت عايز تركز على فيلد ضيق عشان بتعمل له هاي ايه؟ ماجنيفيكيشن. ما احنا اتفقنا كل ما الماجنيفيكيشن زيد الفيلد ايه؟ هيقل. اهو بص هذا المواطن عشان يقرا سطر لازم يقعد يحرك الصفحه دي تحت الكاميرا في مسافه طويله عشان يقدر يتابع هذا السطر. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الاوبجكت تو بي فيود هاز تو بي هيلد كلوزر تو ذا اي، لازم تبقى قريب قوي من العين. اذا كنت هتستخدم بالذات سمبل ماجنيفاير. ماجنيفيكيشن مينز ذات ذا ديبث اوف فوكس از ريديوسد، ذا اوبجكت لينس ديستانس از كريتيكال. اهو بص شوف الشاب الغلبان ده عيني عشان يقرا هو كمان، عشان يعني شوف البتاع ده بيعمل له ماجنيفيكيشن بس هو كان محتاج ماجنيفيكيشن اكتر فراح عمل ايه؟ قرب اكتر. فطبعا دي برضو عملت له مشكله في الليميتيشن، وطبعا مشكله في رقبته ومشكله في ظهره ومشكله في القعده بتاعته دي. وبعدين بص عشان يقرا كتاب بيتعذب يعني، خدت بالك؟ فدي ليميتيشن. تمام؟ لو فيجوال ايدز از ليميتد باي ذا فولوينج فاكتورز. الاخير بقى ان براكتس اني انستدنس، اي اهتزاز في الصوره اوف ذا هاند او الهيد ليد تو انبليزنت انابيلتي تو فيلد اوف. انا بقول لك الجهاز اللي انا شفته مع الراجل المره اللي فاتت مع الدكتور، قعدت كده بقول لك قريت دي بتاع دي، انما لو حركت راسك كده بيقول لي تشوف التلفزيون باينه، فانا ما خدتش بالي حركت راسي كلها مش بصيتش بعيني بس، عشان ارجع للبتاع دي تاني كان استحاله. يعني انت فاهم ازاي؟ انت مثبت اعمل اللي انت عايزه، انما عشان تحرك بقى كده وترجع انسى بقى. انت كانك واحد ايه بيرجع ملي ملي زي النمله عشان توصل للنقطه اللي انت كنت باصص عليها عشان الماجنيفيكيشن بتبقى عاليه قوي. تمام؟ therefore the aim of the prescriber should be provide the lowest magnification that adequately، يعني ما تختارش ما تفرحش قوي بقوه الماجنيفيكيشن، ادي له اقل ماجنيفيكيشن هو يستفيد بيها. عندك اختيارات. تمام؟
does adequate for the patient requirement واخد بالك in an unusual and acceptable form. بص اهو ده دي مجموعه اللو فيجن اللي عامله كده تلسكوب. وعلى فكره اللو فيجن لازم تتجرب يعني ما اقولش يعني روح خد ماجنيفاير كذا اكس كذا لا عشان كده دي مشكلتها بقى في الشغل في البراكتس ايه هي مشكلتها في البراكتس انك لازم تستثمر فيها فلوس في الاول لازم تبعت لشركه في المانيا او في سويسرا تبعت لك الكلام ده ست خدت بالك انما ايه انا بس جايب لك الصوره دي ليه عشان اوريك انك انت بيبقى عندك ترايل ست وانت انا ما ببعتش انا ببعت العيان بتاعي بقول لهم يا اخوانا ده عنده ماكيولر ليجن فور لو فيجوال ايدز هم بقى بيبتدوا يقعدوا معانا عايز نير اكتر فار اكتر طب عايز فار النير عايز دي لوحدها دي لوحدها طب نعمل كذا طب جرب كذا حاجه اللي ويبتدوا معاه بالحاجات السهله الاول اللي في الجلاسز الاول الماجنيفيكيشن والبارز والحاجات دي تمام فهي دي لو فيجوال ايدز عشان كده زي ما بقول لك بس انت عندك اختيارات خليك فاكر دي هي دي الكلمة اللي بيقولها لك بيقول لك اختار اقل ماجنيفيكيشن خدت بالك ازاي اختار اقل ماجنيفيكيشن لعند العيان بتاعك خدت بالك ازاي دي من الحاجات المهمة جدا مش لازم تختار ماجنيفيكيشن رهيبة جدا وعالية جدا في هدول